تمام، معلش هو فصل معايا معلش. تمام بصوا، انا المبيعات من 1 لـ 5، الماركتينج من 6 لـ 10، الاي تي من 11 لحد 14، و15 و16 راحوا لمين؟ لل40. طب انا لو عايز اغير اسم 40 اعمل ايه؟ هعمل كونف تي فيلان 40، اهو ده اخش جواها نيم مينتيننس مثلا. لو رحت عملت شو فيلان بقى بريف، شو فيلان بريف، هنلاقيها اتغير اسمها بقى ايه؟ بقى مينتيننس. ها حد عنده اي اسئله؟ لا تمام يا دكتور. تمام، يبقى تاني اراجع تاني، احنا بنكريت الفيلان ازاي يا شباب؟ فيلان ورقمها 10، النيم سيلز اكزيت كده، انا كريت الفيلان 10 وسميتها سيلز، وبعدين انترفيس رينج قد اي رينج انا عايزه اهو، وبعدين سويتش بورد مود اكسس، انا كده حولت البورتات دي لاكسس، وبعدين اكسس فيلان، اكسس فيلان 10 اكزيت كده، انا خدتها من الفيلان 1 حطيتها جوه الفيلان 10. طب يعني مثلا بالفيلان 10 بتساوي 5 بي سي، ايه الفيلان 10 بتساعد 5 بي سي بالظبط كده، انا حجزت رينج 5 بي سي، السويتش في عندي سويتش اسمه فيلان 10 بياخد 5 بي سي. اوكي تمام، وانا عندي رقم الفيلان، رقم الفيلان من كام لكام؟ رقم الفيلان من 1 لحد 1005، ده النورمال رينج، بيتخزن جوه الفلاش جوه ملف اسمه فيلان دوت دات. الاكستندد رينج من 1006 لحد 4096، ده اسمه ايه؟ اكستندد رينج، بيتخزن جوه الان في رام جوه ملف اسمه فيلان دوت دات. تمام تمام، حد كده عنده اي مشاكل؟ اوكي ها طيب، انا بقى دلوقتي عندي سويتش اهو متكرت عليه 3 فيلان، فيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30. تمام، السويتش ده موجود في الثيرد فلور في الدور الثالث، وبرضو انا رامي كابينه في الدور الثاني عشان اوصل الناس اللي موجوده جواه، فانا برضو عامل فيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30. وفي اجهزه بقى، في اجهزه موجوده في المبيعات، في اجهزه موجوده في التسويق، وفي اجهزه موجوده في الماركتنج. تمام، وفي اجهزه موجوده في المبيعات هنا برضو في الدور الثالث، وفي اجهزه موجوده في التسويق، وفي اجهزه موجوده في الاي تي، ده في الدور الثالث اهو وده في الدور الثالث. انا عايز الناس بتوع المبيعات يكلموا المبيعات، والتسويق يكلموا التسويق، والاي تي يكلموا الاي تي، طبيعي الشبكات المتشابهه زي بعضها المفروض تكلم بعضها. طب وهي ال10 وال20 وال30 اساسا بيتكلموا مع بعض؟ تعال نشوف، مش ده السويتش بتاعنا اهو؟ هجيب 3 اجهزه، جهاز احطه في المبيعات، وجهاز احطه في التسويق، وجهاز احطه في الاي تي، وبكابل كده اهو من 0 على 1 لحد الـ5، ومن 0 على 6 لحد الـ10 اهو، ومن 0 على 11 لحد كام؟ لحد الـ15. تمام، وده الفيلان 10 اهو، هديلها اي نتورك اي دي، وليكن 1 0 كانها شبكه منفصله لوحدها، والفيلان 20 هديلها نتورك اي دي اهو شبكه لوحدها منفصله، والفيلان 30 هديلها نتورك اي دي اهو. خدوا بالكم من حاجه، شايفين انا موصل فين؟ ده موصله في 0 على 6 لان الفيلان 20 بدايتها من 6، ده موصله في 11 لان فيلان 30 بدايتها من 11،
ده موصله في واحد لان العشرة بديتها من واحد لخمسة. كل جهاز من دول محطوط في شبكة منفصلة، كأن كل جهاز موجود على سويتش منفصل، وعلشان كده كل فيلان انا بحجز لها نتورك اي دي. هنرجع تاني للايباد، الله يرحم بقى النتورك اي دي والسبنت ماسك والبرودكاست والسبنتنج والفيل اس ام، يا رب الكلام ده اسمه يكون اتنسى. تمام، هنيجي بقى على الجهاز ده ونديله اي بي. هديله اي بي من كام؟ هو النتورك اي دي بتاعته كام؟ 1.0. يبقى نديله اي بي 1.2 اهو. والجيت واي كام مثلا؟ 1.1. طيب الجهاز ده هنديله اي بي كام؟ 2.2 اهو. وجيت واي كام؟ 2.1 اهو. طب والجهاز ده هنديله اي بي كام؟ 3.2 اهو. والجيت واي كام؟ 3.1 اهو. شوف كده لما اجي بجيب باكت من هنا اوديها هنا سيميوليشن كده اهو. هجيب باكت يا عم منين توديها فين؟ هجيب باكت من هنا اوديها هنا، مفيش بقى خلاص. طيب شكرا اهي. سيبك من الباكت البنفسجيه دي، دي بتاعت السويتش ذات نفسه اهي. دي باكت اسمها سبانينج تري بروتوكول اهي، هناخدها بعدين. ده سويتش بيطلعها كل ثانيتين كده. انما الباكت بتاعتك كان لونها اخضر، راحت فين؟ اهي لونها اخضر اهي. اول ما رحت على السويتش حصل لي ايه؟ وقعت. اثبت لك ان انا كلامي صح، اجيب لك كمان جهاز اهو واحطه لك تبع الفيلان 10 وشوف الفرق اهو. الفيلان 10 من كام لكام؟ من 1 ل 5. هحطه في ده في 2 وادي له اي بي من ال 10. هو الاي دي بتاعت ال 10 كام؟ 1.0. يبقى ده ياخد 1.3 اهو اهو. بص كده نور. بس البورت بتاع السويتش بيقعد 30 ثانية عشان ينور. لو انت مستعجل اعمله فاست فورورد اهو. ده يكلم ده اهو. يا سلام، الباكت بتاعتك بتروح وتيجي اهي طالما معايا في نفس الفيلان اهو اهو. تعالى بقى خلي ده يبعت لده. لا ما ينفع اهو. بيقعد يعمل قرب ولا كأن هو موجود، هو بيدور عليه في الشبكة بتاعته اهو. الراجل يقول له مش انا يا عم انت جاي الغلط. هو لما يكون حد عايز بيدور على اي بي ما يعرفوش بيعمل ارب، فاكرين الارب اهو. فقال له يا عم انا ما مش تبعي خالص، انت بتدور على اي بي اسمه كام؟ اسمه 2.2 ولا ما اعرفش كام، ومش ده مش بتاعي. حلو، ده مفهوم الفيلان. طب انا بقى لو السويتش ده خدته كده بجنب اهو اهو، ده بتاع الدور التالت، وجبت سويتش تاني في الدور التاني اهو. وكريت عليه 3 فيلان برضو اهو. سي ال اي يا عم واقف ليه؟ ما بيشتغلش ليه؟ لانك انت في السيميوليشن. تعالى في ريال تايم كده هيشتغل اهو. الدنيا بقت مظبوطه يا شباب، يعني العملي بقى مظبوط؟ لا تمام، عند في ديلي ولا تمام؟ تمام لا تمام تمام. طيب انيبل كونف تي فيلان مسافه 10 نيم سيلز. على فكره لما انت بتكريت الفيلان لازم تكون بنفس الرقم، مش فارق معايا الاسم تماما. الاسم ده ليك انت عشان كديسكريبشن ككومنت بس. انما السويتش مش فارق معايا غير النمبر. حلو، اكزت فيلان مسافه 20 النيم مارك، صح كده؟ مش 20 كانت المارك ولا اي تي؟ معرفش. تعالى نتخش كده على ده ونشوف كده شو فيلان. لا مارك كم مارك شو ماشي. فيلان بريف كان مارك. حلو اهو، نيم مارك اكزت فيلان 30 النيم اي تي
exit interface range fast من 0 على 1 لحد 5 switchboard مود ايه access switchboard access فيلان كام فيلان 10 اهو access تمام حلو exit interface range fast من 0 على 6 لحد 10 switchboard mode access switchboard access VLAN 20 exit interface range fast من 0 على 11 لحد 15 switchboard mode access switchboard access VLAN 30 exit. هل لازم ان يكونوا نفس عدد البورتات؟ لا والله يا عم. هل لازم ان يكون نفس ترتيب البورتات؟ لا خالص. ده انا عاملهم كده عشان ما تلخبطش بس وخلاص. ده انا ممكن يكون عندي في الدور الاول 10 شغالين في المبيعات، في الدور الثاني في واحد بس شغال في المبيعات. تمام؟ ها اوكي. طيب حلو قوي. لازم الفيلان تبقى واحده، لازم رقم الفيلان يكون واحده بس. تمام. ها حلو كده. تمام. طيب هكريت اهو بقى، هجيب ايه؟ ادا جهاز اهو، وادا جهاز، وادا جهاز، في كل قسم جهاز، وادا كابلاتي اهو. يلا يا معلم دوس اهو، دوس اهو، دوس اهو. الجهاز الاولاني هديله اي بي من كام؟ من الرينج فيلان 10. طب انا كنت مدي 1 و 2 و 1 3، يبقى ده كام؟ 1 4 مثلا. يا سلام بقى لو في الاخر نعمل مشروع مع بعض يبقى في دي اتش سي بي بيوزع ايبات على الفيلانات والكلام ده كله، تبقى انت باشا اهو. 4 1 4 اهو. في على فكره على اليوتيوب عندي على الشانل مشروع معمول بايديا بس 3 ساعات كده، يعني كانوا ناس زنقوني كده في مشروع واقول لازم تعمل معانا مشروع وكلام من ده، جروب كده يعني، فعملت لهم مشروع بايديا ساعتها 3 ساعات كده ولا بتاع، ممكن تتفرج عليه رائع. تمام. 2 3 وده 3 ايه؟ 3 3 اهوت ولا 3 2 اهو. كل جهاز بياخد اي دي من الشبكه بتاعته اهو. طب عايزين بقى الناس تتكلم مع بعضها، تعال هشد كابل كروس اه من انهي فيلان؟ خلينا جيجا ترانك. جيجا 0 على 1 مع جيجا 0 على 1 اهو. نور يا معلم. طيب تعال ابعت بقى العشرة يكلم العشرة، هينفع؟ تعال نشوف ايه ده، ده بيعمل برودكاست يا عم عليه في نفس شبكته، امال ما بيعديش ليه اليمة التانية؟ مش هينفع. طب ال 20 يكلم 20 عشان ايه؟ حد يقول عشان ايه؟ يا سويتشنج، يا لازم اعمل ترانك من الطرفين. امال هو ايه يا ابو مريم؟ امال هو ايه؟ هو الدوس الجزر على واحد ايه ولا ها؟ امال هو ايه يا محمود؟ ما مش المفروض يبقى ضرب الاوتو اوتو دايناميك اوتو ودايناميك اوتو مع دايناميك اوتو المعروف له يقلبوا ايه؟ طب حد يذاكر محاضره اكسس اكسس، فاكر الجدول بتاع الدي تي بي بتاع لا اكسس يعني بس معاك اهو ها. تمام فاكرينه؟ ما هو بنجاوب. الله يكرمك الله يكرمك. تمام. فانت عندك جيجا 0 على 1 دايناميك اوتو وجيجا 0 على 1 دايناميك اوتو، فالاثنين هيقلبوا مع بعض اكسس، والبورت اللي ما بين السويتشات المفروض يبقى ترانك، وعشان كده ال 10 مش عارف اتكلم ال 10 وال 20 مش عارف اتكلم ال 20 وال 30 مش عارف اتكلم ال 30. طب اقول لك على حاجه بقى ثانيه، قول انت السبب. جبت جهاز هنا كويس وجبت جهاز هنا تمام، ورحت حاطط الجهاز ده جوه الفيلان واحد، هي الفيلان واحد بدايتها من كام؟ من 16، حطيته في ال 20 مثلا اهو، وجاب هنا كابل اهو حطه برده في ال 20 اهو، اسف اهو اهو، ومدي لهم يا معلم ايباد، اي ايباد كده تبع الواحد يعني، يعني مثلا الواحد ده اديلها 100 فيبقى ايه ده 192 168 102
وده 103. شوف الحاجة الغريبة بقى اهو. حلو كده. يلا يا عم نور نوره. يلا يا عم ابعت عينيا اهو. ده يبعت ده يا عم مش هينفع، لازم البورت يبقى ترانك. ايه ده يا عم؟ خد خد ده، ده مشي، ده مشي يا عم وراح وجه. ايه ده؟ طب مش من الفيلان واحد هنا بتقدر تكلم الفيلان واحد هناك اليمه الثانيه؟ ما هو نفس المبدا. عشان قول يا معلم. قول عشان دي نيتف، نيتف فيلان، فما تعملش للداتا بتاعتها تاجنج فبتعدي عادي. يا عم هو مفيش ترانك اساسا. النيتف فيلان ده لما يكون عندك ترانك، هو في ترانك يا عم؟ تقول كلام صح. قول يا عم. ها يحيى انت فين؟ يحيى نايم. يلا معك. ازاي فيلان واحد بتمشي على بورت اكسس وال10 ما بيمشيش على البورت الاكسس وال20 ما بتمشيش؟ لانه باي ديفولت، باي ديفولت بياخد السويتش فيلان واحد. لا يا حبيبي ما تضحكش عليا بكلمه باي ديفولت. تمام. بص قول قول قول. ها انا سامع ابو مريم بيتكلم. ها كلهم على السويتش واحد بس. لا لا لا، انت عارف انت عملت ايه؟ انت عندك شويه بورتات من 16 لحد 20 وعندك الجيجا 1 و2، وهنا برضو من 16 لحد 20 وعندك الجيجا من 16 لحد 24 وعندك الجيجا 1 وايه والجيجا 2. صح. دول تبع مين؟ تبع الفلان واحد. انت ما كنتش نقلتهم، فانت يا معلم رحت واخد كابل من هنا موديه هنا، والكابل ده نوعه اكسس، وبعدين رحت حاطط جهاز تبع ال20 هنا، تبع الواحد هنا، وحاطط جهاز تبع الواحد هنا في بورت 20، فانت موصل الفيلان واحد هنا بالفيلان واحد هنا، فيقدر اي جهاز جوه الفيلان واحد يكلم اي جهاز جوه الفيلان واحد. تمام. تمام. لان البورت الاكسس تعريفه ايه؟ هو ما بيشيلش غير ترافيك بتاع وان فيلان بس. طب انهي فيلان اللي هو تبعها؟ وهو ده كان حل زمان قبل الترانك. عشان الفيلانات دي تتكلم مع بعضها بشد كابل من الفيلان 10 اوديه للفيلان 10، كابل من ال 20 اوديه لل 20، ال 30 اوديه لل 30. بس ده اللوجيك طبعا، ده اللوجيك طبعا، ده حاجه مش منطقيه. لو انا عندي 10 فيلان يبقى انا عايز 10 كابلات. يبقى ده الهندسه. البورت الاكسس ما بيشيلش غير ايه؟ غير ترافيك واحد بس، نوع واحد من الترافيك اللي هو تبع الفيلان اللي هو تبعها. استفسارات؟ ها حد عنده اسئله؟ يعني الفيلان كانه ترافيك 1. لانك الجيجا 0 على 1 وجيجا 0 على 1 اللي لما الثاني انا كنت موصل فيهم الكابل تبع فيلان 1، فيخلي كل البورتات بتاع الفيلان 1 تكلم الفيلان 1. انت عارف انا ممكن اعمل لك ايه دلوقتي يا يحيى؟ اطلع لك هنا كمان 3 كابلات من فيلان 10 لفيلان 10 وفيلان 20 لفيلان 20 وفيلان 30 لفيلان 30 ويتكلموا مع بعض. بص اهو، مش ال 10 دي خلاك تتكلم مع بعضها؟ مش 0 على 3 تبع ال 10 مع 0 على 2 هنا ولا 0 على 3 تبع ال 10 اهو. يا سلام كده ال 10 هتلقط اهو. فين ال 10 يا عم؟ ده الكابل ده عايز يروح هو تبع ال 10 ولا ده؟ تقريبا كان ده. ها يلا يا باشا. 5 4 تبع ال 10 اهو اهو ماشي اهو اهو يا عم اهو يا عم. اساسا البورت ترانك ده جاي من السنترالات القديمه بتاعتنا. تمام. حتى هو بيشرح لك كده في سيسكو، هم واخدينها من المبدا ده. احنا كان عندنا السنترال بتاع القاهره وسنترال بتاع اسكندريه، ده عليه 4000 مشترك وده عليه 5000 مشترك مثلا، وما بينهم كام خط ترانك كده، والراجل ماسك كده حاجه بيحولهم زمان. فلما تيجي القاهره تكلم اسكندريه لازم تتصل الاول بالسنترال يحولها على اسكندريه، لو حد فاكر يعني التكنولوجي بتاع زمان دي. ايوه كنت تتصل الاول بالسنترال تتابعه وتقول له والله انا عايزك تحولنا على مكالمه القاهره، ما كانتش الدنيا مفتوحه كده. المودم. تمام. المودم كان حاجه اسمها كروس بار كده عندنا في السنترال. تمام. سيبوكم الكلام ده، اهم حاجه انا عايزك ايه تفهم؟ ان البورت الاكسس ما بيشيلش غير نوع واحد من الترافيك بس. انهي نوع واحد من الترافيك؟ الترافيك اللي هو تبعه.
فدلوقتي بالرسمه اللي قدامنا دي فيلان واحد تقدر تكلم فيلان واحد، لان جيجا زيرو على واحد تبع ايه؟ تبع فيلان واحد. وفيلان 10 تقدر تكلم فيلان 10 دلوقتي ليه؟ لان زيرو على 3 في الناحيتين تبع فيلان 10. بس انا لو عندي 10 فيلان هنا و10 فيلان هنا يبقى انا محتاج 10 كابلات ما بين ال10 فيلان، وده شيء مش منطقي. طب الحل، الحل بتاعنا مين بقى؟ الترانك. بس كده يا عم، شيل القرف اللي انت عامله ده، انت كده بتعك يا عم. وايه بقى تكنولوجي بقى؟ شيل يا عم كل الكلام ده. امال نعمل ايه؟ انت حضرتك هتعمل بلوك هنا اسمه ترانك، مش تبع حد، مش تبع حد خالص، مش تبع ولا فيلان منه. واي بورت هتحوله ترانك هيجي هنا اهو، اي بورت هتحوله ترانك ايه هيتحط هنا. طب والترانك ده تعريفه ايه؟ هو لينك بيشيل كل الترافيك، اول ترافيكس اللي جاي من كل الفيلانز، يبقى اول فيلان ايه؟ اول فيلان ترافيك اهو، اول فيلان ترافيك. بس معلش وضحها لي تاني، يعني كده يخلي ال10 تكلم 20 يعني؟ لا، يخلي ال10 تكلم 10 اليمه الثانيه، 20 تكلم 20 اليمه الثانيه، 30 تكلم ال30 اليمه الثانيه. يبقى الترانك بيخلي الفيلان اللي زي بعضها يكلم بعضها. تاني، الترانك بيخليك تكلم اللي زيك اليمه الثانيه، الترانك بيخليك تكلم اللي زيك اليمه الثانيه، الترانك بيخليك تكلم اللي زيك اليمه الثانيه. انا عدتها اكتر من 3 مرات اهو، يا رب ما حدش ينسى. دكتور لو فرض انا عايز اكلم يعني حد تاني، انا ده بكره ان شاء الله، ده كونسبت اسمه الانتر فيلان، هتلبس فيه بكره ان شاء الله. ما سمعتش السؤال يا ولد. هو عايز فيلان 10 تكلم 20، الفيلانز المختلفه تكلم بعضها، وانا علشان الشبكات المختلفه تكلم بعضها كان لازم انا اجيب ايه؟ راوتر. بس راوتر. هو ده اللي هنجيبه بكره ان شاء الله، لا اما راوتر لا اما لاير 3 سويتش. انما سويتش لاير 2 ما ينفعش. عندك دلوقتي في الرسمه اللي قدامك دي ثلاث سويتشات منفصلين عن بعض، مالتي لاير سويتش. نجيب مالتي لاير سويتش، ده اللي هنتكلم فيه بكره ان شاء الله. كونسبت اسمه ايه؟ اسمه الانتر فيلان. ده ايه ده الانتر فيلان؟ ده بيكلم المختلف يكلم بعضه، انما الترانك بيخلي ايه؟ اللي زيك تكلمه اليمه الثانيه. ماشي؟ خلاص؟ محدش ينسى، عشان اللي هينسى ولا يغلط فيها هيدفع فلوس زيادة على فلوس الكورس. تمام؟ خلاص محدش ينسى. بس واحدة هندسة. نعم. يعني أنا لو عندي سويتشين ممكن أوصلهم على بعض ويشتغلوا كويس خالص بدون ما أخلي الخط اللي بينهم ترنك. طبعًا. طبعًا. لو أنت مش عامل فيلانات. تمام كده، تمام. وده الديفولت عندنا. ولو انت ما خدت السيسكو ولا عمرك كنت هتسمع على موضوع الترانك ده، وهتلاقي الدنيا شغاله معاك زي الفل. بس انت بتوصل فيلان واحد لفيلان واحد يا هندسه. تمام، ده سكيورتي عادي ولا الترانك افضل سكيورتي؟ ايه؟ ترانك. لا ترانك طبعا سكيورتي. افضل طبعا سكيورتي. تمام، شكرا هندسه. تمام. ولو انت شكرا. عايز تعمل اللاب بتاع الاتاك ده نعمله لك ان شاء الله، ممكن اعمل لك كام لاب اتاك كده يعني مني ليك. تمام؟ ربنا يخليك. اوكي. في حد كده عنده مشكله؟ حد كده عنده مشكله؟ حد عنده اي اسئله؟ طيب ازاي بحول البورت لترانك؟ شيل بقى يا معلم دول، ما عادش لهم لازمه. الاول اتاكد ان الجيجا 0 على 1 ده تبع مين؟ تبع الفيلان 10 او 1. هعمل ازاي؟ انيبل انترفيس شو فيلان بريف. فين جيجا زيرو على واحد؟ اهو تبع فيلان مين؟ واحد. طب عايز احوله ترانك، اقوم داخل جواه كونفتي انترفيس جيجا زيرو على واحد سويتش بورد مود ترانك. بس سويتش بورد مود ترانك الميلة الثانية كمان. تمام. لو عملنا الشو انترفيس الثاني واسم الانترفيس سويتش بورد الكوماند خدناه المره اللي فاتت، فيقول لك والله الادمنستريتيف مود ايه؟ ترانك. والاوبريشن لسه ما قامش، هو لسه ما قومش اللي قدامه. ايه ده؟ ده لسه ما وصلش صحيح.
جيجا زيرو على واحد مع جيجا زيرو على واحد. 30 ثانية بتوعنا لو عايز تستعجل يبقى فاست فورورد. انا ده دلوقتي هعمله ايه؟ عملته ترانك واللي قدامه ايه؟ دايناميك اوتو. فالاتنين هيقلبوا ايه؟ ترانك. ترانك. انا كده نشوف. شو انترفيس واسم الانترفيس سويتش بورد. فقال لك السويتش بورد هو ترانك والاوبريشن مود بقى كام؟ ترانك. بقى ترانك. حلو. طب لو جينا دلوقتي يا شباب عملت شو فيلان بريف فين جيجا زيرو على واحد؟ حد لقاه؟ حد لقى جيجا زيرو على واحد؟ تلات. لانه مش تبع فيلان. امال اجيبه منين؟ شو انترفيس ترانك لانه بقى موجود هو البلوك اللي اسمه ترانك. لانه مش تبع حد. انت بتقول له وريني الفيلانات بالبورتاب بتاعتها. هو جيجا زيرو على واحد معاش تبع حد. ده بقى بتاعنا كلنا. ما انت مش هتلاقيه هنا خالص. امال تلاقيه فين؟ تلاقيه هنا بقى. الله. ده البورت اللي شغال عندك ترانك اسمه جيجا زيرو على واحد والبورت مود اون وشغال ببروتوكول اسمه 802.1 كيو وترانكينج ونيتيف فيلان واحد. ايه نيتيف فيلان واحد بقى؟ لسه هنتكلم. لسه هنتكلم. تمام. تعالى بقى نشوف كده الفيلان 10 بتكلم العشرة. طبعا لازم نتكلم. هو يقدر اهو. يلا يا باشا. راح ورجع. العشرين عايز اتكلم. العشرين تروح بس الاول هيعمل برودكاست ماشي على نفسه يعني ارب على نفسه ان اول مرة يكلمه. فاكرين الارب اهو بعد كده الشبكة ماشية زي الفل اهي. طب الواحد عايز يكلم الواحد ما يروح يا عم هيمشي. الترانك بيشيك الترافيك بتاع كل الفيلانس اهو. طب انا بقى عايز معلش يعني العشرة تكلم العشرين هستعبط. هيروح يعمل برودكاست على الشبكة بتاعته ولا هيروح للجهاز اللي انت عايزه؟ كأنك بالظبط بتدور على جهاز مش معلوم. طب العشرة يكلم التلاتين برضو هيعمل برودكاست على مين؟ على الشبكه بتاعته. بيدور على الاي بي. حد يا جماعه اسمه اي بي كده يدرمي لي الماك بتاعه ولا حد عبر. يبقى الترانك بيخلي الفيلانز المتشابهه تكلم بعضيها. تمام. حد عنده اسئله قبل ما اشرح يعني ايه ترانك دلوقتي؟ عرفت الترانك بيعمل ايه؟ حد عنده اي اسئله؟ تمام تمام. طب تعالى بقى نخش يعني ايه ترانك. ترانكينج بروتوكول يعني ايه؟ كلمه ترانكينج بروتوكولز هم عندنا نوعين اتنين من البروتوكول ترانك. عندنا نوعين اتنين من البروتوكول ترانك. نوع كان اسمه اي اس ال وده بتاع سيسكو وخلاص بقى اوبسليت خلاص. سيسكو حتى ذات نفسها ما عادش بيسبورته. وبروتوكول ستاندر موجود على كل السويتشات اسمه اي تريبل اي 802.1 كيو. يبقى في عندنا الستاندر وسيسكو خلاص بقت بتسبورته وريكومندد عليه وبتاع سيسكو القديم ده وخلاص سيسكو سابته. الترانك ده بيعمل ايه؟ بيعمل عمليتين اتنين. عمليه اسمها تاج وعمليه اسمها ان تاج. ايه التاج والان تاج؟ ادا السويتش الاولاني فيه فيلان 10 وفيلان 20 وفيلان 30 والترانك. والسويتش الثاني فيه ال10 وال20 وال30 وايه والترانك اهو. والاثنين مربوطين ببعض اهو بكده. فانا اول ما قلت له سويتش بورت مود ترانك انت كده شغلت ال1 كيو هنا وشغلت ال1 كيو هنا على البورتين الاثنين الترانك. اول ما الفيلان 10 تيجي تبعت ترافيك ايه اللي بيحصل؟
ايه اللي بيحصل؟ بيقوم حضرتك ادى الفريم اهو، ودى الهيدر بتاع الفريم، ودى الديل بتاع الفريم، ده الديل وده الهيدر. اول ما تيجي تطلع من البورت الترانك ده، يوم الترانك ده لازق عليه ستيكر على الفريم، ستيكر ضيف فيلد 2 بايت، وحطيت لك في ال 2 بايت ده رقم الفيلان اللي هو 10. الفريم يمشي بالتاج ده بالستيكر ده اللي هو مكتوب فيه 10، يروح لمين؟ للترانك اليمه الثانيه. انت جاي من انهي فيلان يا ابني؟ جاي من الفيلان اللي رقمها 10. خلاص انت مش مسموح لك تروح غير للبورتات بتاعت ال 10 بس. بس قبل ما اوديك هشيل الاستيكر اللي زميلي عمله. فعمليه ان انا احط رقم الفيلان، الفيلان اي دي بيسموها تاج. العمليه الثانيه اللي هو بيشيل رقم الفيلان ده، بيعمل ريموف لرقم الفيلان، بيسموها ايه؟ ان تاج. يبقى الترانك اللي بيبعت بيحط رقم الفيلان، الترانك اللي بيستقبل بيشيل رقم الفيلان، ويودي الترافيك للبورتات اللي تبع الفيلان 10 بس. ده المقصود بعمليه التاج والانتاج. كل الترافيك اللي ماشي على الترانك لينك معمول له تاج، يبقى اول ترانك لينك ترافيك ار تاجد، كلها بيبقى تاجد، بيبقى لازما محطوط عليه الاستيكر. يعني لو شفت اي عربيات ماشيه على الترانك لينك هتلاقي مكتوب عليها رقم الفيلان، ما عدا النيتف فيلان ترافيك. النيتف فيلان ترافيك هو الوحيد اللي بيعدى على الترانك من غير ما يتحط الاي دي بتاعه، بيسموه انتاجد. وفي سؤال جالك في الامتحان الدولي من دلوقتي، اول ما تلاقي كلمه انتاجد تختار النيتف فيلان، لقيت كلمه نيتف فيلان يبقى تختار انتاجد. حلو الكلام. طب يعني ايه بقى النيتف فيلان؟ لحد كده في مشكله يا شباب؟ الانتاج بس هذا انتاج، يعني ترافيك، يعني فريم معدي من غير ما ينكتب عليه رقم الفيلان، ده معنى انتاج. مش مختوم، مش ايه يعني زي ما لهوش الختم بتاع الفيلان. الله يكرمك، ما لهوش الاستيكر، الترانك بيعدي من غير ما يحط عليه الختم. حلو. تمام. رقم واحد. انا قلت حاجة؟ انا قلت فيلان واحد؟ لا انا روح عليا كده، روح عليا كده خالص. تمام؟ اوكي اتفضل. ماشي. حد عنده مشاكل؟ ابو مريم راح فين؟ ابو مريم معاك. تمام. الو معايا. تمام، يعني كده تمام. في حد عنده مشكلة؟ يعني ايه بقى النيتف فيلان؟ يبقى احنا عرفنا ان في ترافيك معدي على الترانك، كل الترافيك اللي معدي على الترانك محطوط عليه ستيكر، هو جاي من فيلان ايه رايح لفيلان ايه، ما عدا ترافيك واحد اللي هتلاقيه ماشي على الترانك من غير العلامه دي، تعرف ان هو جاي من نيتف فيلان. طب النيتف فيلان الترافيك بتاعها انتاج، بيستخدمها السويتش في ايه؟ لو انت لاحظت كده، لو جينا فتحنا كده اللاب بتاعنا ده، انا ما بعتش اي ترافيك اهو، اعمل كده. ايه ده يا ابن الذين، السويتش عمال يبعت لبعضه ترافيك كده ملون كده. ايه ده ايه ده، كل ثانيتين السويتش عمال يزق ترافيك كده للي جنبه. ايه ده، يعني السويتشات بتتكلم مع بعضها. طب الترافيك اللي السويتش بيتكلم ده اسمه ايه؟ ده ترافيك بيسموه كنترول ترافيك، انفورميشن بتعدي من سويتش لسويتش. طب لما الكنترول ترافيك ده يمشي هنحط عليه ستيكر بتاع مين؟ نيتف. مش هنحط عليه ستيكر خالص، هيبقى تبع انهي فيلان؟ يعني هيبقى تبع الفيلان اللي رقمها نيتف، اللي اسمها نيتف، اللي هي مين باي ديفولت؟ اللي هي الفيلان واحد زي ما يحيى بيقول. يبقى النيتف فيلان السويتش بيستخدمها علشان يبعت ايه؟ الكنترول ترافيك، ده اول استخدام. طيب انا انزنقت في سويتش وجيت اقول لهم انا عايز سويتش ب 3000 جنيه في الشركه عندي، الراجل بتاع الاداره الماليه مسك في زماره رقبتي، مفيش يا عم فلوس اتصرف. فرحت جبت سويتش تعبان كده من اللي ما بيفهمش فيلانات، ما بيفهمش اي حاجه، وعديت بيه شغل لحد اول السنه ما نيجي نشتري اجهزه. السويتش التعبان ده لا بيفهم لا ترانك ولا اكسس ولا اي حاجه، هوصله ازاي في الشبكه بتاعتي؟ هوصله البورت تبع النيتف فيلان، تبع الفيلان واحد. يبقى النيتف فيلان استخدامه في حاجتين، السويتش بيستخدمها علشان يبعت الكنترول ترافيك
تاني استخدام بستخدمه علشان التكنولوجي اللي ما بتفهمش التكنولوجي بتاع الفيلان، لو هتوصل اجهزه بالسويتش والسويتش دي ما السويتش ده ما بيفهمش فيلانات اساسا، فوصله ببورت تبع النيتف فيلان. بس انت لو اتكلمت قدام اي حد بتاع سكيورتي وقلت له النيتف فيلان عندي في الشركه الفيلان واحد، بيجي لهم حساسيه على الحاجه دي، يقول لك لا حبيبي بص بقى انت تغير لي النيتف فيلان دي لاي حاجه غير الفيلان واحد، لان الهاكر عارف المعلومه دي. ازاي بقى اغير النيتف فيلان؟ يبقى نعيد تاني الكلام، النيتف فيلان هي فيلان الترافيك بتاعها معدي على الترانك من غير ما يكون ايه، من غير ما يكون ايه ستيكر، من غير ما يكون في تاج، تمام. السويتش بيستخدمها ليه؟ السويتش بيستخدمه ليه النيتف فيلان ده؟ بيستخدمه علشان الكنترول ترافيك، وعشان لو انت عندك اجهزه قديمه وعايز توصلها باجهزه سيسكو والاجهزه القديمه ما تفهمش الترانك، فبوصلها باي بورت اكسس، والبورت الاكسس ده بيبقى تبع النيتف فيلان. طب ازاي بقى اغير النيتف فيلان؟ بغير النيتف فيلان ازاي؟ بعمل فيلان اي اسم، بعمل فيلان باي اسم، انا هخليها 99 هنا اهو، كونف تي فيلان 99، النيم بتاعها اي اسم اكس واي زد، مش شرط يكون نيتف اهو، اكزت. عملت فيلان جديده خالص اهو، اقوم داخل على الترانك بقى كون انترفيس جيجا 0 على 1، سويتش بورد نيتف فيلان 99. بس يا معلم طالما غيرتها في ناحيه لازم تغيرها في الناحيه الثانيه. دلوقتي هتلاقي ده هو بيصوت حالا دلوقتي، بص شايف بيعمل ايه؟ يا عم انا عندي النيتف فيلان 99 هناك والنيتف عندي واحد، ازاي؟ لازم تغير في ناحيتين اهو، اهو مغير في الناحيه الثانيه، كونف تي فيلان 99، النيم اي حاجه اكس واي زد، اكزت. انترفيس جيجا 0 على 1، سويتش بورد نيتف فيلان 99. بس انا كده غيرت اهو، كونسيستنسي رجعت تاني، بقت حاجه زي الفل. لو جينا دلوقتي بقى عملت شو انترفيس سترونج اهو، هلاقي ايه؟ هلاقي والله انا عندي الجيجا 0 على 1 ده شغال، والبورت ترانك شغال 802.1 كيو ترانكينج، والنيتف فيلان كام؟ 99. يبقى اي ترافيك كنترول ترافيك السويتش هيبعته على كام؟ على 99، والفيلان واحد بقت فيلان عاديه جدا بتعدي بتاج دلوقتي، تمام. حد عنده اي اسئله؟ حد عنده اي اسئله؟ المقصود كنترول ترافيك يعني مثلا اذا في مثلا في سيز من دي اتش سي بي ديسكفر وهيعدي ما بين سويتشين، هبعته على انهي فيلان؟ نيتف فيلان. في حاجه اسمها سي دي بي ترافيك، السويتشات بتقعد تتكلم مع بعضها عشان تلم انفورميشن ما بينها وبين بعض، لسه هناخد البروتوكول ده، مش بتاع يوزر اساسا، ولا اليوزر هو اللي بيبعته، يبعته على انهي فيلان؟ نيتف فيلان. السبانينج تري بروتوكول هناخده السمستر الجاي، بيبعت على نيتف فيلان. انا بقصد انه مثلا بي سيز مثلا ما انا معرفينه على اي بورت ساعتها هيك بتعتبر كنترول فيلان، كنترول بيلعب دور الكنترول. لا الكنترول بيبقى من بين اجهزه الشبكات، مش ما بين بي سي، بيبقى من بين اجهزه الشبكات وبعضيها، ما بين راوتر وسويتش، ما بين سويتشين، تمام. انما مش ما بين بي سي، مش ما بين تو بي سي. ها